الأخبار من ATV العدالة وفيها 3750 حقيبة شتوية وزعتها جمعية الهلال الأحمر على العمال. إدارية: اتحاد طلبة أمريكا تستقيل وفتح باب الترشح لهيئة جديدة. آلية جديدة لتسجيل الأدوية الحديثة. ومن العناوين إلى التفاصيل: ضمن حملة كسوة الشتاء لمصلحة العمالة في الكويت، وزع جمعية الهلال الأحمر 3750 حقيبة شتوية على شريحة العمال في القطاعات الصناعية والتجارية في البلاد، وذلك بمقر الجمعية. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الجمعية الدائم بأن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من الفئات المحتاجة. ودعا الساير إلى التبرع والمساهمة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة حملة كسوة الشتاء. في إطار الزيارات الأسبوعية للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة لتفقد مختلف مشاريع وأنشطة الشركات النفطية التابعة على امتداد مواقعها، قام هاشم بزيارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة لمتابعة الجهود المتواصلة التي تبذلها في إنشاء وتشييد مصفاة الزور ومرافق استيراد الغاز المسال الأولى من نوعها في منطقة الخليج. أدلى الطلبة الكويتيون في الولايات المتحدة الأمريكية الإدلاء بأصواتهم في انتخابات اتحاد طلبة أمريكا، إذ شهدت صناديق الاقتراع إقبالاً واسعاً فيما توقع مشرفون على العملية الانتخابية أعلان النتائج خلال الساعات المقبلة. وعقدت الجمعية العمومية الاعتيادية لاتحاد طلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التصديق على التقرير الإداري والتقرير المالي، وأعلنت الهيئة الإدارية استقالتها وفتح باب الانتخاب للهيئة الإدارية القادمة. كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر عن آلية جديدة لتسجيل الأدوية الحديثة تتيح للمرضى فرصة الحصول عليها في نفس توقيت طرحها في الأسواق العالمية. وأوضح البدر أن الآلية الجديدة أعطت أولوية التقييم للأدوية الجديدة لثلاث فئات دوائية، والتي شملت الدواء المبتكر المكون من مادة دوائية جديدة، وثانيا العقار الفريد الذي يستخدم لعلاج الأمراض النادرة، وثالثا الأدوية التي تلبي النقص في الاحتياجات العلاجية الغير متوافرة. وأوضح البدر أن طلب تسجيل دواء جديد من خلال الآلية المستحدثة يمكن تقديمه عبر الوكيل المحلي نيابة عن الشركة صاحبة حق التسويق، والبدء بتقييمه بمجرد منح الموافقة للمراجعة السريعة لتسهيل وتسريع عملية وصول الدواء واستفادة المرضى من الأدوية الحديثة. استطلعت ATV العدالة رأي الشارع حول الأولويات التي يرى المواطن أنه على أعضاء مجلس الأمة التركيز عليها في تلك الفترة، ورصد المراسل فهد الزايد تلك الإجابات. والله المطلوب أعضاء مجلس الأمة اهتمام بالمواطن أكثر شيء، من ناحية الخدمات الصحية والمدارس وشايف أنت أول شيء الحين جاي لنا مطر شتاء والشوارع تعبانة، يعني ما نبي نمر باللي مرينا فيه من قبل. ياريت والله يهتمون أكثر بالسياحة بالكويت، لأن الوضع الحالي يعني أشوف ما في ولا شيء، يعني بس التركيز على المطاعم، ماكو شيء يعني للأطفال، مو مسوين ولا أي شيء ترفيه لهم. بصراحة شايف إنهم ماخذين يعني مصالح شخصية أكثر، ومهملين قطاع الصحة والتعليم الإسكان. مطلوب منهم تفعيل دورهم الرقابي فقط لا غير. والله أتمنى بس لا تغرق شوارعنا كمواطنين، نشوف شوارعنا تعبانة، بنية تحتية تعبانة، ما في يعني المباني أو الجهات الحكومية الرسمية، يعني مثل ما تقول مثل الدول الثانية، كل شغلات عندنا ناقصة. فنتمنى من أعضاء مجلس الأمة أن الواحد يقوم بدوره، يعني مو بس أنه يأخذ ما يعطي. والله تمام بس بالمواطن، يعني بس
الرياضة، عندك اهتمامهم بال يعني يشوفون حال المواطنين شنو فيهم، يعني ما في اهتمام بالسالفة هذه بالذات، كله شغلهم وشغل يعني مصلحتهم الشخصية، يعني ماني عارف أنا كذي ولا ما في اهتمام. الحين انت تشوفهم الحين حاليا موجودين يبينون الحزة هذا الوقت هذا الحين تشوفهم، أما قبل 3 سنين 4 سنين ما تشوف أحد، كلهم اختفوا. هذا مشكلتنا يعني، بس من الأضاءة بداية زينين بعدين دور وراهم. مطلوب منهم مساعدة الناس والشؤون والسكن والمعيشة، هذه كلها تابع مجلس الأمة. رسالة أن يساعدون الشعب، يحطون بالهم حق الشعب، يحطون بالهم حق ديرتهم، لا يطبون في الحكومة، يساعدون الحكومة. كل شيء ناقص، كل شيء كل شيء كل شيء، وللأسف كله مواعيد وماكو شيء. شوف الصحة، شوف الرياضة، ها، وشوف أمور المواطنين، وايد 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 أشياء ناقصة يعني، وايد يعني. يا جماعة احنا أعطناكم أصواتنا، نبي ذمة يعني، بالذمة أعطناكم أصواتنا، وين الذمة اللي عندكم؟ يعدلون مدارسنا لأنها قديمة وفيها وايد أشياء خربانة، يعني يعدلونها، سووا يحطون أشياء جديدة، أجهزة، مكيفات. ما عندنا احنا ألعاب ولا حديقة بالكويت عندنا، كن بس حوالي بارك، يعني يحطون حديقة نفس مدينة ترفيهية، يعدلونها، حديقة الشعب يفتحونها. والله احنا أول شيء محتاجين ناس تخاف الله في الأمة الموجودة، في الشعب الموجودين، ودائما تحكم أراءها بالشيء الصحيح وتعطي كل شيء حقه، لأن هذا شعب بالتالي يحتاج الأمور اللي هي تكون مستلزماتها في الحياة، دائما يطمح لها في كل شيء. اليوم أعضاء مجلس الأمة صار دورهم مختلط، صاروا يركضون وايد أو يحققون وايد، خلنا نقول تعاطف أو دغدغة مشاعر المواطنين، ويمزجون أهم نفسهم أصلا بين دورهم وبين دور أعضاء المجلس البلدي على سبيل المثال كسلطة تنفيذية. أهم سلطة تشريعية، مطلوب منهم في المقام الأول مراجعة التشريعات وتطويرها ومواكبة المستحدثات الأمور، ومن ثم تفعيل رقابتهم وعدم مجاملة. يعني احنا اليوم خلاص، اليوم الدستور بعد 50 أو 60 سنة أثبت لابد أن من تطويره. اليوم ليش التحرج في المناداة في تنقيح الدستور؟ والله أنا كوني شاب يعني أول اهتماماتي الرياضة، فأتمنى يعني الاهتمام بالرياضة، يعني مثلا نشوف الدول المجاورة بدون ذكر أسامي يعني ضايفين بمراحل ناحية جميع الألعاب مو بس كرة القدم، فأتمنى الاهتمام بهالموضوع. يعني السياحة بعد شوي يعني كله التركيز كله على المطاعم، كله على لو نتوجه توجه ثاني تكون أحسن إن شاء الله. والله اهتمام بالشعب، اهتمام بالشباب، بالرياضة، أشياء كثيرة يعني ناقصة. يعني احنا ما شفنا يعني مجلس الأمة أشياء كثيرة صارت يعني خلال ال4 سنوات هذه، وإن شاء الله نطمح يعني الأفضل إن شاء الله. أمانة في أداء بس بسيط حق فئة معينة، والأغلبية صاروا خدمات للأسف، يعني مشاريع مجمدة، ما في مجاريع أنجزت، يعني مجرد كل كلام على ورق ما في تنفيذ. مع انتهاء فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب، رصد مراسل ATV العدالة بعض الفعاليات والأنشطة، مستطلعا الآراء حول مدى الإقبال على هذا المعرض لهذا العام. يعني اليوم لي الزيارة الثالثة أو الرابعة حق معرض الكتاب، كل يوم أشوف وجوه جديدة، فئة الشباب، الأطفال، المرأة، كل واحد له اهتمامه. أنت ممكن تشوف الروايات، إحنا نقول الروايات بالعكس، ما شاء الله عندنا كتاب شباب مبدعين، يعني الروايات ماخذين جزء بسيط بس عندهم ما شاء الله قصص حياة، قصص كفاح. اليوم عندنا المعاقين قاموا يكتبون معانا بالكتب قصة نجاحهم. الأمهات عندي اليوم ياسمين قلاف ولية أمر عن التوحد كتبت قصة نجاحها وتعاملها. فالكتب مو بس الروايات أو القصص الخرافية مثل ما قلنا أو الشباب، كل فئة مهتمة، في الأطفال، في عندنا تبارك الرحمن التراث، قاعة 7 إكسبو. بالعكس اليوم الأطفال مستمتعين جدا في وجود الحرف التراثية وتعليمهم. السفارات بعد ما قصروا هم شاركوا معنا ثقافة الدول، مكتب الشهيد، الهيئات الحكومية. اليوم المعرض ما يخدم بس فئة شباب أو روايات أو مثل ما قلنا، عندنا الطابع العلمي. الكتاب أخي العزيز
فكرته هي أبحاث كنت أقدمها قبل، وبديت أجمع هذه الأبحاث إلى أن طلع هذا الكتاب اللي تشوفونه. الكتاب يبدأ شغله في التخطيط الاستراتيجي، ويتكلم عن مفهوم وأدوات ومراحل التخطيط الاستراتيجي، ولكن شبك الشيء الجديد فيه أنه يتعامل كتخطيط استراتيجي وإدارة تغيير وإدارة أزمات مع الجيل الرقمي. الجيل الرقمي اللي استخدام الأدوات، استخدام التقنيات الحديثة في العالم، هذه كلها الآن تطورت، يعني كلنا وصلنا إلى مرحلة الآن يجب أن نقفز في هذا المركب. الجيل الرقمي يعني خلاص اقتحم الساحة كلها، ولكن في فصل بالكتاب وهو أحد هذه الفصول المهمة اللي هو إدارة التغيير. فإدارة التغيير العالم الآن، العالم عالم متغير سريع، قد يجيك الخبر الآن أو تشوف الموضوع الآن، بعد يومين منتهي خلاص صار قديم، ما في مجال للموضوع هذا. وهني يجب أن يقاد هذا التغيير سواء كان في المؤسسة أو في المنظمة أو في الدولة أو في الشخص نفسه. ساد البلاد طقس دافئ نهارا والرياح الشمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يميل الطقس خلال الليل إلى البرودة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق، وتنخفض الحرارة الصغرى إلى 17 درجة مئوية.